اخدناه، القوانين اللي احنا اخدناها، ونكمل الشيت بتاعنا. هناخد النهارده الستيب اندكس، جمعت لكم حتى كل القوانين اللي انتوا اخدتوها في الستيب اندكس هنا، وهناخد ايه العيوب اللي قابلتنا في الستيب اندكس، عشان كده احنا هنروح للجريدد اندكس. تمام، ممكن نروح على الشابتر. طيب اول حاجه كنا اتكلمنا عن اللايت ترانسميشن بتوين تو ميديوم، واتفقنا انا عندي كور وكلادنج، والاوبتيكال فايبر بتصنع من الجلاس او البلاستيك. اتفقنا ان الكور الريفلكتيف اندكس بتاعته ان 1، والكلادنج الريفلكتيف اندكس بتاعته ان 2. الطبيعي عشان يحصل توتال ريفلكشن ان 1 اكبر من ان 2، وعلشان برضو يحصل توتال ريفلكشن لازم أن يكون سيتا ترانسميتد اقل حاجه قيمتها بتساوي 90 درجه. يعني طبيعي ان يكون سيتا ترانسميتد اكبر من او بيساوي 90. طيب في الحاله دي سيتا انسيدنت اقدر احسبها من قانون سنيل، اللي هو ان 1 ساين سيتا انسيدنت بتساوي ان 2 ساين سيتا ترانسميتد. وفي حاله ان سيتا ترانسميتد بيساوي 90، فساعتها سيتا انسيدنت بتساوي الكريتيكال انجل، اللي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن زاويه تقدر تحقق لي التوتال ريفليكشن. يبقى انا دلوقتي عندي شرطين عشان احقق التوتال ريفليكشن زي ما اتفقنا، ان يكون سيتا انسيدنت اكبر من سيتا كريتيكال، وان يكون ال ان 1 اكبر من ان 2. بعد كده الـ fractional change in the index عبارة عن الدلتا بيساوي كام؟ اعرف الـ approximation واعرف الـ exact، علشان ساعات ممكن يقول لك احسب لي قيمة الـ approximation واحسب لي قيمة الـ exact تشوف الفرق ما بين. طيب محتاجة أعرف إيه كمان؟ محتاجة أعرف إن الدلتا إن الرينج بتاعها بيكون من 1/10 لـ2، 1/10% لـ2%، ده في حالة إيه؟ في حالة الإندكس، علشان في حالة الجريدد هيكون برضو بنسبة تانية. طب ليه أنا بعرف ده؟ تعرفها علشان لما يجي في الشيت ويقول لك اعمل لي ديزاين، ديزاين مثلا الاوبتيكال فايبر، ففي الديزاين بيبقى فيه بارامتر مثلا مجهوله، فانت طبيعي لازم تكون عارف الرينج اللي انت هتفرض فيه قيمه المجهول ده، وليكن مثلا دلتا، فلما افرض قيمه ليها فلازم تكون منطقيه، مش قيمه اي قيمه كده وخلاص، فطبيعي تكون عارف الرينج بتاعها. اتفقنا؟ يكون معامل الانكسار اللي هو ان 1 بيكون ثابت، ثابت امتى؟ على طول الدايمتر اللي هو داخل الكور. ده بيعبر لي عن الرينج بتاع الدلتا اللي هو في حاله السنجل مود بيكون من 1/10 لـ2/10، ده تعرف في المية. ليه؟ علشان مثلا لو قال لك اعمل ديزاين لسنجل مود، فافرض مثلا وليكن الدلتا قيمه ما بين الاثنين دول. طب لو انا شغال مالتي مود يبقى من 1% لـ2%، عشان لسه متفقين ان الدلتا عامه الرينج بتاعها من 1/10 ليه 2%، ده في حاله ايه؟ في حاله الستيب اندكس. زي ما اتفقنا احنا قسمنا الاوبتيكال فايبر ليه على حسب حاجتين، يا اما على حسب الريفلكتيف اندكس او على حسب النمبر اوف ذا مود. طيب النمبر اوف ذا مود نوعين، يا اما عباره عن سنجل يا اما عباره عن مالتي. طب بقدر احدد هو سنجل او مالتي بناء على ايه؟ بناء على البارامتر اللي هو في، اللي هو قيمته بتساوي كام؟ 2 باي في ايه على لندا جذر ان 1 تربيع ناقص ان 2 تربيع، اللي هو بيساوي القيمة دي برضه. طيب لو هي في ما بين 2 و2.4، فانا كده بتكلم عن سنجل مود. طب لو هي اكبر من 2.4 يبقى كده مالتي مود. بعد كده بيدينا خدنا بارامتر، بارامتر ده اسمه نورماليزد بروباجيشن كونستانت بيساوي القيمة دي. طب انا لو شغال في المالتي مود فطبيعي يقول لي حدد لي النمبر اوف ذا مود. طيب عندي حاجتين، يا ترى اول حاجه بجيب قيمه ال في، هشوف الكونديشن ده لو ال في اكبر من 12 او ال في اقل من 12 بعد ما احسب القيمه بتاعتها. لو ال في اقل من 12 فساعتها هستخدم الكيرف اللي قدامكم ده علشان احسب ذا نمبر اوف ذا مود. تمام، لو الفي اقل من 12، اقل من 12 دي عشان هو الكيرف ده اصلا ماكسيمم ليه ان الفي بيساوي 12، فلو الفي اقل من 12 يعني من 0 ل 12 هستخدم الكيرف ده علشان احسب النمبر اوف ذا مود، وليكن مثلا الفي بيساوي 4.5 هنا، فيبقى عباره عن ذا نمبر اوف ذا مود ادا 1 ادا 2 3 4، عندي 4 كيرف عندي 4 مود، يبقى الفي اقل من 12 هستخدم الكيرف. لو الفي اكبر من 12 هستخدم ان ال n بيساوي في تربيع على 2، هستخدم القانون
طيب فرضا انا جيت احسب الفي ولقيتها اقل من 12، وجيت ابص في الامتحان بتاعي لقيت الدكتور مش مديني الكيرف، هستخدم ايه؟ هستخدم القانون. تمام، يبقى الاول حاجه بحدد الفي في انهي رينج، وبناء عليها هشوف هستخدم انهي حاجه عشان اقدر احدد المود بتاعي. طيب فرضا مثلا هو ممكن يلعب في الحته دي، ازاي؟ ممكن اصلا يديك الكيرف وانت ما تستخدموش، بس هو ايه اللي هو بيوقعك يعني. تيجي تحسب ممكن بس يا باشمهندس تعيد الحته دي تاني؟ تمام، اول حاجه هو عايز يحدد لي نمبر اوف ذا مود. تمام، اول حاجه بحسب قيمه الفي. طيب لو انا عندي قيمه الفي اكبر من 12 هستخدم القانون اللي هو ال n بيساوي v تربيع على 2. مش في عندي قانون بيحدد المود اللي هو v تربيع على 2؟ تمام، ده بستخدمه امتى؟ لما يكون الفي اكبر من 12. طب لو الفي اقل من 12 هستخدم الكيرف ده، هستخدم الكيرف ده عشان احدد النمبر اوف ذا مود. طيب هحدد النمبر اوف ذا مود ازاي؟ وليكن الفي بستة ونص، هطلع كده قطع كام كيرف عندي؟ ادا 1 2 3 4 5 6 7، يبقى انا كده عندي 7 مود. تمام، طيب فرضا هو لو الفي اقل من 12 مش تمام، مفروض مثلا ان انا لو جبت عدد المودز من الكيرف او جبتها من الايكويشن يطلعوا نفس العدد؟ لا مش هيطلع، الكيرف تمام بيديك القيمه الاكزاكت بالظبط. طب القانون؟ تمام لا، القانون لو الفي قليله مش هيديك القيمه الاكزاكت، وهتديني وهيبقى في، وليكن افرض مثلا ان الفي ب6، طب في الطبيعي هستخدم الكيرف، طيب هيديك كام مود في حاله الستة؟ قول انت كده 1 2 هيديني 6، بالظبط هيديك 6. طيب استخدم القانون. يبقى 36 على 2 اللي هي 18. تمام، يبقى الاثنين مش متساويين صح، بس القيمه الاكزاكت اللي هي 6 اللي هو الكيرف عندك. تمام. يعني هو لو اداك الكيرف فطبيعي هتروح على الكيرف، طب لو ما ادانيش الكيرف هضطر استخدم القانون. تمام. تمام، يبقى ده يا باشمهندسين عشان ما تلخبطوش في الامتحان، ممكن الدكتور اصلا يديكوا الكيرف وانتوا ما تبقوش عايزين، مش هتستخدموه، بس هو بيدوها لكم كده. إيه هتستخدم؟ هتحسب قيمه الفي هتبقى اكبر من 12، اكبر من 12 مش هبص اصلا هو في كيرف ولا لا، انا هروح على طول استخدم القانون بتاعي. تمام كده حسبنا نمبر اوف ذا مود. بنستخدمه امتى؟ لما يكون الفي اكبر من 12، هنستخدمه عشان هو عندنا كيرف وعندنا ده. اقصى حاجه في الكيرف بتاعي لو انت جيت تلاحظ ليه انا بقول 12 اصلا، علشان الكيرف بتاعك ماكسيمم ليه 12، 12 دي عشان كده احنا بنحددها بناء على ال 12 دي. طيب بعد كده اخدنا ايه؟ اخدنا ايه الهاير مود وايه الهاير اوردر واللور اوردر. مين الهاير اوردر؟ ده اللي بياخد اطول مسار، اللي بيمشي خلال اطول مسار، اللي بيكون الثيتا انسيدنت بتاعته بيكون قريبه من الثيتا كريتيكال. طب واللور؟ لا، ده اللي بيكون المسار بتاعه هو الاقصر، يعني كل ما يكون قريب من البرل ده كل ما يكون اقصر، فاكيد ده اقرب، يبقى اكيد ده اللور. تمام، طب واللور؟ الثيتا بتاعته زاويه السكوب بتاعته بتكون اكبر من ثيتا كريتيكال. طيب قلنا المشكله هنا ايه؟ المشكله هتظهر في الهاير اوردر، ليه؟ علشان الزاويه بتاعته بتكون قريبه من الثيتا كريتيكال، فطبيعي لو حصل اي تغيير بسيط جدا ممكن الثيتا انسيدنت دي تكون اقل من ثيتا كريتيكال، وفي الحاله دي هيحصل ريفلكت في الكلادنج، وده طبعا احنا مش عايزين. علشان كده دخلنا على حاجه اسمها الباور ديستريبيوشن، ده بيوصف ايه؟ بيوصف توزيع الباور ما بين الكلادنج وما بين الكور. قلنا ده حصل امتى؟ بيبان جدا في الهاير، في الهاير اوردر، عشان الثيتا بتاعته بتكون قريبه من ثيتا كلادنج، من ثيتا كريتيكال. بعد كده اخدنا ايه؟ نيوميريكال ابيرجر. طيب دي بتعمل ايه؟ ده عباره عن بارامتر بيوصف الزاويه اللي المفروض ادخل بيها الضوء داخل الفايبر، المفروض ادخلها بزاويه كام؟ المفروض ادخلها بزاويه تكون قليله عن الثيتا ماكسيموم. لو فرضت مثلا ان الثيتا ماكسيموم دي، دي الثيتا ماكسيموم، اكيد برضو دي ثيتا ماكسيمم، نفس الايه، نفس الزاويه. لو دخلتها بزاويه اقل من ثيتا ماكسيمم هلاحظ ان بيحصل توتال ريفليكشن. الصوت بيقطع من شويه،
طب تمام. طيب في جزء مثلا، طب من اول فين؟ طيب ما سمعتش، من اول نيوميريكال مثلا او من اول اه من قبلها؟ اول نيوميريكال اه ماشي تمام. النيوميريكال ابيرجر ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن بارامتر بيوصف الزاويه اللي اقدر ادخل بيها الضوء داخل الفايبر. المفروض ان انا ادخل الضوء بزاويه كام علشان احقق التوتال ريفليكشن جوه الاوبتيكال فايبر؟ المفروض ان انا ادخل الضوء هنا بزاويه كام؟ اتفقنا قبل كده المفروض ان انا ادخله بزاويه تكون اقل من ثيتا ماكسيمم. لو فرضت مثلا ان ثيتا ماكسيمم اللي هو ده ما بين ده الاكسس وما بين ما بين ده الخط ده عباره عن ثيتا ماكسيمم، وده برضو نفس الفكره دي ثيتا ماكسيمم. لو دخلتها بزاويه اقل منها هيحصل توتال ريفليكشن. طب لو دخلتها بزاويه اكبر لا هيحصل ريفلكتد. يبقى الطبيعي الا ادخل اللايت بزاويه كام؟ بزاويه تكون اقل من او بيساوي الثيتا ماكسيمم. طب مين الثيتا ماكسيمم دي بتساوي كام؟ بيساوي ساين ماينس 1 جذر ان 1 تربيع ناقص ان 2 تربيع على ان نوت. المفروض ديت الجنرال ايكويشن اللي انا اديتها لكم. هنا فارض ان ان نوت بهوا عشان كده هو حاططها بواحد، اللي هي بتساوي كام برضو؟ ساين ماينس 1 ان 1 جذر 2 دلتا. بعدين اخذنا القانون بتاع النيوميريكال افيرجن. بعد كده بقى هيخش على سؤال، بس سؤال، هو النيوميريكال ابيرتشر دي الزاويه اللي انا بدخل بيها للفايبر، يعني ملهاش دعوه بزاويه السقوط، دي أيوة الزاويه اللي بالظبط. بدخل. ايوه تمام. في حاجتين، في عند الفرق ما بين حاجتين، ما بين زاويه السقوط اللي هي اصلا ثيتا انسيدنت اللي هي هنا دي زاويه السقوط ثيتا انسيدنت، ده زاويه بس جوه انا لما الفايبر اكون نفسه. اللي هو هجيب الثيتا عادي، اللي هو هجيب اللي هو الثيتا كريتيكال عادي، اللي هو من القانون بتاع اللي هو اللي هتبقى ساين ماينس 1 ان 1 على ان 2، اللي هو بحيث ان انا اجيب الكريتيكال يعني ده ان جوه بقى على ان واحد تمام. بعد. تمام. فدي ده فعلا الثيتا كريتيكال تمام، غير تمام. الثيتا اصلا اللي انا بدخل جوه ده بعبر عن الزاويه من جوه الفايبر نفسه، ده بعبر عن الزاويه اللي هتدخل الفايبر تمام. طب هي هنا دي اتفقنا. طب هو سؤال، طب هو دي اللي هي الثيتا ماكسيمم دي اللي هي يعني دي نص الثيتا، يعني اللي هي مع الاكسس دي، يعني ايوه هو. ايوه بالظبط مع ده اللي هي تمام نفسها دي برضو اللي فوق هي نفسه اللي تحت. بص ممكن افتح لكم اصلا السكشن اللي فات. ده تمام. مش الطبيعي ان الضوء ده اكيد فيه اوبتيكال سورس، فيه ليد او ليزر جاي منه؟ طيب عشان الضوء ده ما يقعدش ينتشر من بره، انا عايزه اجمع الضوء، فكأني هستخدم مخروط. المخروط ده هيجمعه عشان يقدر يدخل الفايبر تمام. طيب زاويه المخروط ده كام؟ ثيتا ماكسيموم، اللي هي من هنا لهنا من الاكسس فعلا لغايه هنا، يبقى دي الثيتا ماكسيموم. يبقى المفروض عشان يحصل توتال ريفليكشن كل الضوء يكون جوه الكون ده، جوه المخروط ده. علشان كده انا بقول ايه؟ المفروض ان الضوء يدخل بزاويه تكون اقل من الثيتا ماكسيمم، او لما تكون كده يبقى اضمن ان كل الضوء جوه الكون جوه المخروط. طب لو بره؟ لا لو بره فهيبقى بره اصلا الكون خالص، يعني ما دخلش المخروط ده او ما دخلش الحاجه اللي هتجمع لي دي تمام. تمام يا باشمهندس. تمام تمام بعد كده بقى هنخش على الجريدد اندكس. طيب ايه المشكله اصلا في الستيب اندكس؟ اتفقنا ان عندي حاجه اسمها باور ديستريبيوشن. طيب الباور نعم اتفضل معايا. او البي اللي هي نورمالايزد بروباجيشن كوفيشنت دي بتتحسب من الرسم ولا بتتحسب من القانون بس؟ بتتحسب من القانون، في قانون اصلا مديهولك تمام، فانت بتحسبه منها مش من الرسم، بتحسبه من القانون اللي هو ده تمام، مش من القانون مش من الفيجر بس عشان ايش تمام. بس ما برضه انا ممكن احط افقي يوريني البي عند كل ود بكام. ماشي تمام. عادي تمام. بس هو هل انت اصلا بعينك تقدر تحدد المود؟ اقدر احددها بعيني عشان هي عباره عن كيرفات،
بس هل انت بايديك يعني مثلا هتعمل كده وليكن هنا في النقطة دي مثلا وليكن هنا فهتيجي كده، هتقدر تحدد قوي بعينيك البي؟ اكيد لا صح؟ لا بس الدكتور قالها، بس انا بقول له يعني ماشي ماشي تمام. بس عامة لو جه في مسألة او كده لا اكيد هتستخدم القانون يعني. تمام طيب ايه المشاكل اللي قابلتني في الستيب اندكس؟ علشان كده هنروح للجريديد اندكس. اول حاجه زي ما اتفقنا الباور ديستريبيوشن، ان في جزء من الباور بفقده في الكلادنج نتيجه ايه؟ نتيجه ان الثيتا انسيدنت بتكون قريبه من الثيتا كريتيكال، فساعتها بيحصل ريفلكتيف. يبقى ده اول مشكله. طيب تاني مشكله عندي ايه؟ الديلي ده. الاحظ ان في مود بتوصل بدري وفي مود بتوصل متاخر. طب ده بناء على ايه؟ بناء على المسار اللي هتمشي فيه. لو هيمشي في مسار قصير زي مثلا الموازي ده فده هيوصل بسرعه. طب لو مشي على المسار اللي هو طالع نازل ده اكيد ده هيوصل متاخر. طيب ده بيوصل بسرعه وده بيوصل متاخر بناء على ايه؟ قلنا المسار. طيب ما تقولي لي طب ما اللي ماشي في النص يسرع سرعته شويه يبطئ سرعته، واللي ماشي على الجنب او ماشي على الريفلكتد ده يزود سرعته. هقول لك لا طبعا. ليه؟ علشان احنا اتفقنا ان داخل الكور بيكون الريفلكتيف اندكس معامل الانكسار ليه بيكون ثابت. طبيعي لما تكون الان ثابته والسي ثابته فاكيد السرعه ثابته. معنى كده ان الثلاثه مود اللي قدامك دولت عندهم نفس السرعه، عندهم ذا سيم سبيد نفس السرعه. يبقى اللي ماشي على المسار ده واحد نفس سرعته على المسار اللي هو الطويل، فالطبيعي اللي ماشي على المسار الاقصر هيوصل بسرعه. يبقى ده يحصل كام؟ ده اللي بيسبب لي الديلي. تمام؟ مسار قصير فاكيد هيوصل في زمن قليل، مسار كبير هيوصل في زمن. طيب نتيجة ده حصل ديلي. طيب مين اللي هيحل المشاكل دي؟ هي الجريديد اندكس. طيب هي الجريديد اندكس زي ما اتفقنا قبل كده ان الريفلكتيف اندكس بتاعتها بتتغير بناء على ايه؟ بناء على الديامتر، على الار. قيمتها بيساوي كام؟ تساوي ان واحد جذر واحد ناقص اتنين دلتا في ار على ايه؟ كل جي. ده لما يكون الار اقل من ايه؟ فلما يكون اكبر من الايه؟ هتساوي ان اتنين اللي هي معامل الانكسار للكلادنج. لو بدل ده كله اللي هي تقريبا بيساوي ان اتنين. تمام. يبقى انا دلوقتي الشكل اللي قدامك ده بيتغير بناء على ايه؟ بيتغير على الدايمتر بتاع الكود، وبناء على ايه كمان؟ بناء على الجي. طب مين الجي؟ اسمها البروفايل بارامتر. ده بتحدد لي الشكل اللي هو ايه؟ مش انتوا شايفين الكيرف ده؟ ممكن الكيرف ده يكون عبارة عن تريانجل مستطيل، ممكن يكون عبارة عن اي شكل في الدنيا. طيب مين اللي هيحدد ده؟ الجي. لو الجي بواحد هيكون تريانجل، لو الجي باتنين بارابوليك، طب لو الجيب ما لا نهايه هيكون ستيب اندكس. يبقى الستيب اندكس هي تعتبر حاله خاصه من الجريديد اندكس. طيب الجريديد اندكس دي هتحل لي المشكله اللي احنا قلنا عليها ازاي؟ الديلي. حد يقول لي كده يفكر يعني. قلت هناك كان السرعه ثابته والمسافه هي اللي بتتغير. طب اند هنا بقى الجريديد اندكس حلتها ازاي؟ هل السرعه ثابته؟ السرعه كانت بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الان. الان بيساوي سي على الفي. هل هنا السرعه ثابته؟ لا لا صح، السرعه مش ثابته. ليه؟ علشان الان بتتغير صح. يبقى انا دلوقتي السرعه اتغيرت، يبقى اللي ماشي على المسار اللي هو موازي ده الان بتاعته ماكسيمم، اللي هي عباره عن ان واحد زي ما انتم شايفين هنا ماكسيمم. يبقى ساعتها لما يكون الـ n maximum هيبقى السرعة بتاعته minimum. تمام. يبقى هو دلوقتي سرعته قليلة وماشي على مسار قليل. طب لو انا جيت مثلا اللي هو ماشي على reflective اللي هو قريب من الكلادنج، لو جيت ابص هلاقي ان الـ n بتاعته صغيرة. طب لما يكون الـ n بتاعته صغيرة هيبقى السرعة بتاعته كبيرة، هيبقى سرعة كبيرة وماشي على مسار كبير. يبقى هما الاتنين هيوصلوا في نفس الوقت. عند ال n بيساوي c على ال v، ال n بتتغير فال v هتتغير. لما يكون ال n كبيرة
اللي هو موازي للاكسس ساعتها البي هتكون صغيره هيمشي بسرعه قليله. طب لما تكون قريبه من الكلادنج هيمشي بسرعه كبيره. معنى كده كده ان المسار ده الموازي ده ماشي مسافه قليله وماشي بسرعه قليله. طب وده ماشي مسافه كبيره وبسرعه كبيره، هما الاثنين هيوصلوا في نفس الوقت ولا لا؟ اللي ماشي على مسار طويل زود سرعته عشان يلحق التاني، يبقى هما الاثنين هيوصلوا في نفس الوقت. تمام تمام يعني من قلبك؟ اه من قلبك. نسمع حاجة واحدة. طب قول انت فهمت ايه؟ فهمت ان انت لو خدت مسار اطول السرعة الاندكس هيقل، فالاندكس هيقل فالسرعة هتقل، فالسرعة هتزيد قصدي. فانت خدت مسافة اطول بسرعة زيادة هتمشي نفس الزمن اللي هياخدها مسافة اقصر بسرعة اقل. بالظبط. يبقى انا كده حليت مشكلة الديلي اللي عندي. هو ليه اصلا يعني انت ليه تفكر كده؟ ليه الستيب واخده شكل كده تريانجل ايه، او واخده كده ستيب طالعه مره واحده، وليه الجريدد ماشيه كده؟ ده نتيجه ايه؟ ممكن كده نرسمها على ده يعتبر وليكن الكور وده كلادين. المفروض ان انا عندي هنا ده معامل انكسار ان واحد، ده يعتبر الماكسيموم. وبعد كده المفروض ان احنا اتفقنا ان معامل الانكسار بيتغير داخل الكور، يعني هنا ان واحد تلاقي مثلا هنا قلت شويه لان بتاعها، هنا بقى عندي ان مختلفه، بقى عندي هنا كمان ان تانية خالص. تمام. طيب حصل ايه؟ المفروض ان انا دلوقتي هدخل وليكن هدخل دلوقتي الضوء بزاوية كده، فالثيتا انسيدنت ليها بتكون قليلة، هتكون قليلة عن ثيتا كريتيكال، فيحصل ايه؟ ريفلكتد، فتطلع لفوق. نفس الفكرة هنا، هيبقى الثيتا برضو اللي هتدخل بيها بتكون قليلة عن ثيتا كريتيكال، فبرضه يحصل لها ريفلكتد. هيتسناها هيحصل لها ريفلكتد لغاية ما تيجي عند قيمة السيدنت انسيدنت ليها بيساوي الكريتيكال، فساعتها هيحصل لها ايه؟ ريفلكتد، هتقوم نازلة، حصل لها ريفلكتد. هنا نفس الفكرة، يحصل تاني ان الثيتا هتقل عن ثيتا كريتيكال، فيحصل لها ريفلكتد. تمام؟ لغاية هنا عبارة عن ان واحد هتروح هنا برضه هيحصل لها ريفلكتد، وبعدين ترجع تاني يحصل لها ريفلكتد. يبقى ده نتيجة ايه؟ نتيجة الثيتا، الزاوية اللي انت دخلتها. ده يعتبر كأن في ماتيريال، وبعدين انتقلت لماتيريال تانية خالص، كأنك تو ميديم عندي. تمام؟ طيب انت كنت قايل لي اصلا، انت كنت قايل لي قبل كده ان الكور وليكن مصنوع من البلاستيك، طب اصلا هيتغير الريفلكتيف اندكس ده ازاي؟ قلت لكم قبل كده ان انا ممكن يحصل نفس المادة بس ممكن اعمل دوبينج، اعمل اضافة شوائب كده، فساعتها هتغير لي من معامل الانكسار بتاع المادة بتاعتي، بس هي تعتبر كأنها نفس المادة، يعني مش هيجيبوا مثلا حتة صغيرة ومادة وتانية مادة مختلفة خالص، لا هي بتبقى نفس المادة وبيعملوا دوبينج عليه، فساعتها بيغير لي معامل الانكسار لي. عشان كده الشكل بياخد الشكل ده كيرف، مش الشكل اللي هو طالع مرة واحدة دي. طيب في الجريدد اندكس القوانين فيها، الدلتا هو نفس القيمة بالظبط، ان واحد ناقص ان اتنين على ان واحد، اللي بيختلف الرينج بتاعها، اعرف بس الرينج عشان لو جيت تعمل ديزاين في مسألة او حاجة، الرينج بتاعها من واحد لاتنين في المية. طب ال V بيساوي نفس برضو القانون بتاع الستيب اندكس، اتنين باي في الاي على لندا، ان واحد جذر اتنين دلتا. طيب بقدر احدد هي ستيب سنجل مود او مالتي مود برضو بناء على نفس القيمة يعني. بس ساعتها هيبقى الكيرف ممكن يختلف عادي، يعني الستيب اندكس الكيرف بتاعه ممكن يختلف على
الكيرف بتاع الجريدد ان. طيب هاخد ايه بعد كده؟ النمبر اوف ذا مود، ده اللي بيختلف عن نمبر اوف ذا مود في الجريدد اندكس بيساوي الجي على جي زائد 2 مضروبه في تربيع على الاثنين. تمام، يعني يعتبر كان النمبر اوف ذا مود للجريدد اندكس بتساوي النمبر اوف ذا مود للستيب اندكس مضروبه في جي على جي زائد 2. طيب ايهما اكبر، يعني الجريدد اندكس ولا الستيب اندكس؟ النمبر بتاع النمبر اوف ذا مود الستيب اندكس. تمام، الستيب اندكس بالظبط، الستيب اندكس طبيعي لان القيمه دي اقل من الواحد، فطبيعي المقدار ده يقل، يبقى النمبر اوف ذا مود للجريدد بتكون قليله عن الستيب اندكس. طيب بعد كده هناخد النيوميريكال ابيرجر، قيمتها بتختلف على حسب الدايمتر. لما يكون الار اقل من الايه ساعتها الان داله في الار بيساوي ان ايه نوت في جذر واحد ناقص الار على ايه كل جي، او بيساوي زيرو لو الار اكبر من طيب النوميريكال ابيرجر عند زيرو اللي هي الطبيعيه بتاعتك اللي هو جذر ان واحد تربيع ناقص ان اتنين تربيع او ان واحد جذر اتنين لد. طيب علشان اقدر احدد عامه بوجه عام انا شغاله في سنجل مود او مالتي مود في الستيب اندكس كنت بحددها ازاي؟ لما يكون الفي اكبر من 2.4 من عشره يبقى مالتي مود، لو الفي اقل من 2.4 من عشره تبقى سنجل مود. طب ال 2.4 من عشره دي جت ازاي؟ جت من القانون ده، يبقى ده يعتبر الجنرال ايكويشن علشان يحدد لك الكات اوف الفي كات اوف، يبقى ده الجنرال ايكويشن. تمام، يبقى انا دلوقتي لو انا عندي في اقل من الفي كات اوف يبقى انا سنجل مود، لو عندي الفي اكبر من الفي كات اوف يبقى مالتي مود. طب مين الفي كات اوف؟ القانون بتاعها 2.4 من عشره في 1 زائد 2 على جي. طب عايزه اتاكد فعلا ان القانون ده صح، مش احنا اتفقنا ان في حاله الستيب اندكس الجي بما لا نهايه، حطها بما لا نهايه، اي حاجه على ما لا نهايه بزيرو، يبقى الفي كات اوف ب 2.4 من عشره فعلا اللي احنا فعلا بنقول عليها من الاول. طيب لو انا شغاله مثلا في تراينجل بساعتها الجي بيساوي 1 هعوض عنها يبقى الفي كات اوف ب 4 و3. يبقى انا دلوقتي لو انا عندي الفي اقل من 4 و3 يبقى سنجل مود، لو الفي اكبر من 4 و3 يبقى مالتي مود. طب لو انا عندي الجي ب2 ساعتها الفي كات اوف ب3.5. ما تحفظش القيم دي، احفظ بس القانون وعوض فيه، بس اعرف لي ان لما يكون الجي بيساوي 1 دي تراينجل، علشان هو ممكن في مساله ما يقولكش الجي ب1 يقول لك بس تراينجل، فانت ساعتها تعرف ان الجي ب1، يقول لك مثلا بارابوليك يبقى الجي ب2، اروح اعوض في القانون واجيب الكات اوف. تمام، حد عنده مشكلة في حاجة؟ لا تمام يا باشمهندس. طيب المفروض ان احنا هنكمل الشيت، نبدأ برقم 9. رقم 9 find the core diameter. core diameter ال 2 a عشان احقق single mode، عشان احقق single mode step index ال n 1 ب 1.4 ومديك ال n 2 ومديك لامدا، بيقول لك احسب لي ال core diameter. هحسبها منين؟ حد يقول كده؟ يفكر كده، هو مديك ايه؟ اهم حاجه عندك هو محدد لك انك single mode. طب سنجل مود يعني ايه؟ يعني انا عندي ال V من 2 ل 2.4 من 10 بالظبط، يبقى ده المعطى اللي عندك الاساسي ال V من 2 ل 2.4 من 10. اروح اعوض سنجل مود ال V ب 2 و 2.4 من 10، ال V بيساوي 2 باي في ال A على لامدا جذر ان 1 تربيع ناقص ان 2 تربيع. هو مديني ان 1 ومديني ان 2 ومديني لامدا،
يبقى المجهول الوحيد اللي عندي هي عبارة عن الاثنين A. عادي اختصارات بقى وتعويضات هيطلع لك ان الاثنين A ما بين 4.2 مايكرو لواحد وخمسة مايكرو. طيب عند اللمضة بألف وتلتمية تبقى نفس الفكرة برضو، بس بدل 820 هيبقى 1300، هيطلع لك الاثنين A. بس خلي بالك انت بتحط اثنين A عشان هو بيقول الكور دايامتر مش بيقول لك الراديوس يعني القطر، عايز 2 ايه، هيطلع ما بين 6 و7 وما بين 8 و1، يبقى ده الرينج اللي اقدر احط بيه الدايمتر. طيب بعد كده what are the numerical aperture and theta maximum. numerical aperture الكوبة بتاعتها بتساوي كام؟ بتساوي جذر ان 1 تربيع ناقص ان 2 تربيع، يبقى قدرت تجيب numerical aperture. والثيتا ماكسيموم ساين ماينس 1 النيوميريكال ابيرج. ام ادى النيوميريكال ابيرج جذر ان 1 تربيع ناقص ان 2 تربيع. والثيتا ماكسيموم هو ساين ماينس 1 نيوميريكال ابيرج يساوي 7 درجه. هو ايه الفرق اصلا ايه النيوميريكال ابيرج؟ هي النيوميريكال ابيرج دي اصلا تعتبر كانها الزاويه برضو، بس الزاويه في 3 دي، يعني هي بتعبر لي عن زاويه 3 دي، والثيتا ماكسيموم بتعبر لي عن زاويه 2 دي، زي ما احنا كنا بنقول ان ده عباره عن كده وليكن مثلا كده، فده يعتبر ثيتا ماكسيموم، فده كانها زاويه بس 2 دي. طب والنيوميريكال ابيرجر كانها زاويه 3 دي. رقم 10 يقول لك ديزاين. ايه الفرق ما بين ان هو يقول لك ديزاين ويقول لك فايند؟ وفي المسألة رقم 9 ليه في الآخر كده اداني ال 1300 نانومتر اللي هي الويب لينس؟ ما عشان عايزك تحسبها عند الاثنين مش عند واحدة بس. تمام. طيب رقم 9 بيقول لك ديزاين. ايه الفرق ما بين ديزاين وما بين فايند؟ ديزاين ان لو لقيت في المسألة بتاعتك عندك أي مجهول هتفرضه، عشان كده كنت بقول لك ايه؟ اعرف لي قيمة الدلتا الرينج بتاعها من كام لكام؟ عشان لما يجي يقول لك ديزاين وتلاقي ان في حاجه مجهوله تبقى تفرض قيمه منطقيه، يعني ما تفرضش قيمه مثلا كده اي قيمه خلاص، عشان المفروض ان انا بعمل ديزاين، يعني كانك دلوقتي بتصمم اوبتيكال فايبر حقيقي. يبقى هنا بيقول لك ديزاين صمم لي سنجل مود برضو، مديني اللمضه بتاعتها ومديني الكور ريفلكتيف اندكس ان 1 فايند ان 2 اند دايمتر اوف ذا كور. تمام. علشان اجيب ان 2 هجيبه ازاي؟ هفرض قيمة دلتا، صح؟ علشان اقدر اجيب ان 2 عندي ان 1 وعايز اجيب قيمة ان 2. هفرض مثلا هو بيقول لك ان انا شغالة سنجل مود. طيب انا لو فاكر انا قايلة ان سنجل مود الدلتا بتاعتها من 1/10 لغاية 1/10% لغاية تقريبا 1%. فهفرض مثلا وليكن ان الدلتا ب 1/10، يبقى ان 2 بيساوي ان 1 مضروبة في 1 ناقص دلتا، هيطلع قيمة ال N2 بيساوي 1.45. انت لو جيت اصلا تدور على اي قانون عشان تقدر تجيب N2 هتلاقي مفيش، يعني مفيش قانون تقدر تجيب منه N2 كده من غير ما تفرض حاجة. لازم افرض حاجة، لازم افرض مجهول عندي. يبقى انا كده جبت ال N2. محتاجة ان انا احسب الكور دايمتر اللي هو ال 2A. نفس الفكرة برضو بتاعت اللي فات. سنجل مود يبقى ال V من 2 2.4. ال V 2 باي في ال A على لندا جذر N1 تربيع ناقص N2 تربيع. هجيب 2 كده على بعضها علشان دي الدايمتر بتاعتي واحسب ده كله، فيطلع لي القيمة. انت طبعا عارفين ان المفروض 2A مضروبة في رقم، فطبيعي عشان اشيله هقسم 2.4 على الرقم ده وال2 على الرقم ده، فيطلع لك ال2A 12.5 و15 واتنين من مية، طبعا مايكرومتر. طيب انا بعمل ديزاين اكيد مش هسيب له الرينج كده، انا دلوقتي عايزه احدد له قيم معينه، فهختار مثلا وليكن اي قيمه في الرينج ده، يبقى الاتنين ايه وليكن مثلا ب15 مايكرو. بس ما تحاولش مثلا لما تيجي تقول ان الاتنين ايه ما تحاولش تاخد الحدود بتاعتك اللي هي مثلا 15 واتنين من مية او 12 ونص. ليه؟ لان لو حصل اي تغيير بسيط فممكن تتحول من سنجل مود لمالتي مود، فحاول ان لما تختاروا قيمة تختارها من النص، يكون مثلا حاجة 15 14 13.
طيب بعد كده بيقول لك هل الاوبتيكال فايبر بتاعك هو سنجل مود لما يكون اللامدا 820؟ هتروح تجيب الفي وتشوفها هل هي اقل من 2.4 ولا اكبر من 2.4 عشان احدد هي سنجل مود ولا لا. يبقى عندي الفي بيساوي 2 باي في الاي على لامدا جذر ان 1 تربيع ناقص ان 2 تربيع. لان 2 انا حسبتها وجبت قيمتها، ال 2 اي انا برضو جبت قيمتها 15 وليكن ميكرومتر، بعوض عن 15 في 10 سالب 6 مضروبه بباي على لامدا اللي هو مديها لك جذر ان 1 تربيع ناقص ان 2 تربيع. الاحظ ان الفي طلع ب 2.3، يبقى هي اكبر ولا اقل؟ اقل، فما زالت سنجل مود. افرض كده في البيت يعني، وحاول تجيب ال 2 ايه تكون على الرينج ده لو 15، شوف هتطلع كام. 15 و2 من 100، شوف الفي هتطلع كام. الطبيعي انها تطلع 2.4 لو صح فعلا. رقم سي، احسب لي الكات اوف ويف لينث. مين الكات اوف ويف لينث؟ ده عباره عن الويف لينث اللي بيحقق لي ان الفي بيساوي 2.4. فتخلي بالك انا في الستيب اندكس ممكن مثلا تكون في الجريدد، فساعتها ما تبقاش 2.4، ممكن تكون اي رقم تاني، بس عشان هو قايل ان الستيب اندكس فساعتها هيبقى اللامدا اللي بتحقق لي ان الفي بيساوي 2.4. لامدا لما يكون الفي ب 2.4. القانون طبعا ان هيبقى اللامدا بيساوي 2 باي في الاي على في جزء ان 1 تربيع ناقص ان 2 تربيع، يبقى تعويض مباشر واجيب قيمه اللامدا. هيكون ريكورد. رقم 13، بيقول لك احسب لي قيمه الفي في بارامتر والنيوميريكال ابرجر للستيب اندكس. مديني ال ان 1 ومديني الدلتا ومديني لامبا نون ومديني الاي، عايز احسب قيمه الفي. الفي بيساوي كام؟ بيساوي 2 باي في الاي عند الاي على لامدا عند لامدا، ان 1 جذر 2 دلتا عند ان 1 وعند الدلتا، وهو تعويض مباشر خالص. يحسب كمان النيوميركال ابيرجر. النيوميركال ابيرجر هي ان 1 جذر 2 دلتا، اللي هو بدل ما تقول جذر ان 1 تربيع ناقص ان 2 تربيع، طب ما ليه؟ طب ما استخدم القانون اللي فيه المعطيات بتاعتي، يبقى ان 1 جذر 2 دلتا هيطلع الناتج ده. طب والنيوميرك او الفي تساوي 2 باي في الاي على لامدا، نيوميركال ابيرجر. ليه؟ لان النيوميركال ابيرجر هنا جذر ان 1 تربيع ناقص ان 2 تربيع اللي هي نفسها النيوميرك، فاجيب دي وعوض عنها فيطلع لي قيمه الفي. طيب رقم بي، طيب رقم 14 بيقول ديزاين، اعملي ديزاين نفس برضو حاجة اهو، اعملي ديزاين سنجل مود الفي. هو مديني هنا قيمة الفي تمام، يعني مش هتقول بقى ان انا عندي الرينج بتاعها من 2 ل 2.4، هو مديني هنا قيمة الفي ب 2.3، محددني قيمة اللمضة، محدد لي ان 1. بعدين يقول لك احسب لي نيوميركال ابيرجر، لا هو مديني معطى نيوميركال ابيرجر ب1.10. سؤال اول حاجه احسب لي ال ان 2 واحسب لي الايه. طيب هجيبها ازاي؟ بدله صفحتين او في صفحه اصلا مش موجوده. انا مش رافعه تمام، هبقى اعدلها وارسلها لكم. طيب ماشي، ممكن حد بقى يفكر معايا كده. انا عندي ان ميركل ابيرتشر بيساوي جذر ان 1 تربيع ناقص 2 تربيع، وهي معطى وانا معايا ان 1 بالظبط، يبقى انا كده قدرت اجيب ان 2 تمام. طب هجيب الايه ازاي؟ من الفي، هو مديني الفي بالظبط، هو مديني الفي ب
اتنين وتلاتة من عشرة، هيبقى المجهول الوحيد عندي هيبقى ال A، فأقدر أجيب ال A من القانون ده. تمام. طيب رقم 15 ورقم B بقى، وعايز B لسه، احسب لي number of the moon عند لندا بكام؟ 120. طيب ال V هو عايز number of the moon اللي هو عبارة عن ال N، هحسبه ازاي؟ المفروض اول حاجه ابص على الفي، الفي بكام؟ ب 2 و3. طيب الطبيعي، الطبيعي هو لو مديني 2 و3 فالطبيعي يكون في كيرف او في فيجر ان انا احدد منه المود. طيب مفيش فيجر، هروح استخدم القانون اللي هو الفي تربيع على الاثنين. بس ال 2 و3 عند 1300 نانومتر. صح، تمام كويس، اخدت بالك. تمام، يبقى انا هعمل ايه بقى؟ يبقى انا المفروض ان انا اروح احسب الفي الاول عند 820 عشان دلوقتي الفي اتغيرت، وبناء عليها اجيب النمبر اوف ذا مود. طيب لو جيت تحسب الفي عند 820 هيطلع لك ب 3.6 من عشر، يبقى برضو هي اقل من 12، فالطبيعي هروح اجيبها من على فيجر. بس ما فيش فيجر، هعمل ايه؟ هروح استخدم القانون اللي هو في تربيع على الاثنين، فيطلع لك النمبر اوف ذا مود تقريبا 7 مود. ده لما تكون بكام؟ الفي بتلاتة وستة. لو فرضت اصلا انت جيت تبص على الكيرف كان المفروض انها تقعد تلاتة سبعة وسبعة مود، المفروض بقى الكيرف هيطلع كام؟ اللي هو اصلا كان المفروض الاكزاكت. تلاتة بوينت ستة، تلاتة بوينت ستة اللي هو يعتبر هنا مثلا، فالمفروض هنا طلع لي كام مود؟ اتنين مود، ده القيمة الإكزاكت. بس بما إنه مش مديك الفيجر فأنا هستخدم القانون اللي هو الفي تربيع على الاثنين، فقيمته طلع بسبعة. بس بيتهيألي الفيجر ده بيعتمد على نوع المادة بتاع الكور والكلادينج. فعلا هو هيديك ساعتها، أيوه فعلا هو بيعتمد على الماتيريال برضه، فعشان كده هو لما يديك الفيجر هو هيديك بناء على الماتيريال دي إيه. طيب رقم 15، رقم 15 ده اللي تقريبا الدكتور قالها لكم اصلا، هو عايزكم تستخدموا بقى مثلا بطريقه برمجه ايا كان بقى، ماتلاب، جافا، سي بلس بلس، ان انتوا تعملوا الكيرف بتاع الجرادينج. طيب رقم 16 كالكوليت ذا نمبر اوف ذا مود، عايز الان محدد لي الكور دايمتر والجراد والكلادنج دايمتر، يبقى 50 هي عباره عن الاثنين ايه و 125 2 بي، ومحدد لي انها بارابوليك اندكس. طيب هو مديني الجي، طب افرض ما ادانيش الجي، هو لازم انا اكون عارفه ان البارابوليك اندكس ايه الجي بتاعتها بتساوي 2، محدد لي ان ان 1 ب 1.4 وان 2 بكذا، وعايز يحدد لي الان. يبقى اول حاجه بعمل ايه؟ بجيب الفي يساوي 2 باي في الاي على لندا جزء ان 1 تربيع ناقص ان 2 تربيع، وبعدين هو كده كده مش مديني فيجر فخلاص، يبقى انا هستخدم ال ان بيساوي في تربيع على الاثنين اللي هو القانون الطبيعي بتاعي. طيب ده حسبتها عند 820، بعد كده عايز احسبها عند 1300، هيبقى نفس الفكره برده، بس كل الحكايه ان انا هغير اللمده بتاعتي. خلي بالك ان النمبر اوف ذا مود في الجريدك اندكس، انا مش شغاله ستيب اندكس، ففي تربيع على الاثنين هتبقى مضروبه في جي على جي زائد 2. تمام، هنا يبقى عبارة عن الفي لما او ال ان لما تكون لندا 1300 هيطلع لك القيمة دي، ساعتها قيمة ال ان بتساوي الفي تربيع على الاثنين مضروبة في جي على جي زائد 2، فيطلع لك تقريبا ب 269 مود. على فكرة ان حد منكم قال لي السكشن اللي فات ان الدكتور كان بياخد الرقم الاكبر، صح؟ انا تمام. طيب ماشي، بس انا جيت بصيت في المرجع لقيته هو بياخد الاقل، فانا عايزة اكون اتأكد من الدكتور في الحتة دي. بحسب دي، عايزك تحسب دي، هتلاقيها طلع ب 504 تقريبا، ومش فاكرة كان 6 او 9، وبعدين هنا حط 504، يبقى احسب القيمة دي. بس انا برضه شفت مثال كان طلع 272 وشويه وهو كان كاتبها 273.
عشان كده اكدت يعني. طب ماشي، يبقى احسب دي بالآلة الحاسبة كده وشوف هتطلع لك كام. تمام. انا فاكر كده طلع 504 وحاجة، هو خد 504. هو الطبيعي اصلا احنا كنا بنحلها قبل كده، حتى انا وانا طالبة كنا بناخدها على الاقل، فما كناش بناخدها على الاكبر دي. طيب ايه تمام. بعد كده بيقول لك احسب لي نمبر او زمون ستيب اندكس للستيب اندكس للاثنين ويف دي. طيب طبيعي خلاص، انا الجريديت اندكس كل الزياده اللي انا عملتها ان انا ضربت جي على جي زائد 2، يبقى انا عشان اجيب الستيب اندكس الطبيعي ان انا مش هضرب، لا هي هتبقى في تربيع على الاثنين على طول، في تربيع على الاثنين واجيب القيمه بتاعتها. طيب بدل ما اعمل كده، بدل ما اعمل في تربيع على الاثنين، ممكن اصلا اللي هو قانون بيربط ما بين نمبر اوف ذا مود للستيب اندكس بيساوي نمبر اوف ذا مود للجريديت اندكس، جي زائد 2 على الجي. جت ازاي اصلا؟ طبيعي عادي، ده عباره عن الجريديت وده عباره عن الستيب. عايزه اجيب الستيب، يبقى انا هضرب فيه جي على الاثنين، جي زائد 2 على جي. بدل ما اعمل في تربيع على الاثنين. طيب بعد كده رقم 17، رقم 17 عايز يثبت لي ان النيوميريكال ابيرجر بيساوي ان نوت ساين ثيتا ماكسيمم، او عايز يثبت مثلا ان ثيتا ماكسيمم بيساوي ساين ماينس 1 نيوميريكال ابيرجر على ان نوت. طيب ده هيحصل ازاي؟ طبيعي ان انا عندي اول حاجه الكور وعندي كلادنج. عندي الكور اللي الريفلكتيف اندكس ليه ان 1 والكلادنج ان 2. طيب طبيعي ان انا عندي لما بيدخل الضوء بيدخل وليكن هنا ثيتا ماكسيمم، في جزء هنا اللي عباره عن الثيتا انسيدنت، الجزء اللي هنا ده عباره عن ثيتا انسيدنت، وده وليكن مثلا ثيتا اكس. طيب اللي بيربط ما بين دي ودي يبقى اثنين له ان نوت ساين ثيتا ماكسيمم، مش انا دلوقتي بتحرك من ميديوم لميديوم تاني، فبستخدم الاثنين له ان نوت ساين ثيتا ماكسيمم بيساوي ان واحد اللي هو بتاعت الكور ساين ثيتا اكس اللي هي ده. هي كان اصلا عباره عن ايه؟ مش كده بتبقى عباره عن ان مثلا اللي هو في الميديوم الاولاني ساين ثيتا انسيدنت، طيب فين زاويه السكوت هنا وليكن اللي هو ثيتا ماكسيمم بيساوي ان اللي هي في الميديوم الثاني اللي هو الكور ساين ثيتا ترانسميتد، مين الترانسميتد هنا؟ اللي هي عباره عن ثيتا اكس، يبقى ان نوت ساين ثيتا ماكسيمم بيساوي ان واحد ساين ثيتا اكس. طيب انا مش عايزه ثيتا اكس، انا عايزه ثيتا انسيدنت دي. طيب لو جيت لاحظ ان ثيتا اكس وثيتا انسيدنت مجموعهم بيساوي 90، يبقى ثيتا انسيدنت بيساوي كام؟ بيساوي 90 ناقص ثيتا اكس. طيب لو انتوا فاكرين لما احنا كنا بنتكلم ان لما يكون الضوء داخل بثيتا ماكسيمم فساعتها اي ثيتا انسيدنت بيساوي ثيتا كريتيك، لو انتوا فاكرين الشرط ده، لما يكون زاويه الدخول ثيتا ماكسيمم ساعتها ثيتا انسيدنت بيساوي ثيتا كريتيكال، يبقى انا هعوض عن الثيتا انسيدنت دي واحطها انها ثيتا كريتيكال، يبقى ثيتا اكس بيساوي 90 ناقص ثيتا انسيدنت اللي هو 90 ناقص ثيتا كريتيكال. طيب اروح اعوض بقى هنا، اشيل ثيتا اكس دي واعوض عنها انها 90 ناقص ثيتا كريتيكال. طب ساين 90 ناقص ثيتا كريتيكال بيساوي كوزاين ثيتا كريتيكال، اشيل الكوزاين دي وعايز اجيبها بدلاله ساين، ساين تربيع ثيتا كريتيكال زائد كوزاين تربيع ثيتا كريتيكال بتساوي 1، يبقى الكوزاين ثيتا كريتيكال بيساوي جذر 1 ناقص ساين تربيع ثيتا كريتيكال. طب لو انتوا فاكرين القانون بتاع ان الثيتا كريتيكال بيساوي ساين ماينس 1 ان 2 على ان 1، اجيب الساين الناحيه الثانيه يبقى الساين بيساوي ان 2 على ان 1، يبقى ساين تربيع بيساوي ان 2 على ان 1 بكل تربيع، هروح اعوض عنها هنا يبقى ان نوت ساين ثيتا ماكسيمم بيساوي ان 1 جذر 1 ناقص ان 2 على ان 1 تربيع. طيب لو جيت تفكها هيبقى تحت الجذر وليكن ان 1 تربيع، وهنا هيبقى ان 1 تربيع ناقص ان 2 تربيع. تمام، ده هتخرج من بره الجذر فيطلع لي ان 1، هتروح مع ان 1 دي
فيطلع ان واحد تربيع ناقص ان اتنين تربيع، اللي هي قيمتها بتساوي كام؟ اللي هي النيوميريكال ابيرجر. عشان كده النيوميريكال ابيرجر بتساوي ان نوت ساين تيتا ماكسيمم. ده القانون اللي هو الجنرال ايكويشن اللي احنا كنا بناخدها، يبقى ده اثباتها. تمام؟ حد عنده مشكله في حاجه؟ حد عنده مشكله في الشابتر بالكامل؟ لا خلاص تمام يا باشمهندس.